بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه. نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. نسألك إيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. نسألك يا ربي إيمانا كاملا ويقينا صادقا، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، برحمتك أرحم الراحمين. فرج الكرب عنا وعن المكروبين من أمة سيد المرسلين، وارفع الظلم عن المظلومين، والقهر عن المقهورين. اللهم اجبر كسر المكسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتقبل منا الصيام والقيام والقرآن وصالح الأعمال، وثبتنا على ذلك، وأعنا على ذلك، وخذنا من ذلك إليك يا رب العالمين، ولا تحجبنا عنك بشيء يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، ما زلنا في التعليق على حديث سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد ذكرنا أن هذا الحديث فيه سبع، ولكن لما جمع العلماء كل الأحاديث الواردة في الخلال الموجبة للظلال وجدوا أنها تصل إلى حوالي 90 خصلة وليست سبعة فقط. فبدأنا بالأمس نقرأ بعض الخصال التي تزيد على هذه السبعة من شرح الإمام القسطلاني اللي هو إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري. لخصها الإمام القسطلاني في شرحه على هذا الحديث، وذكرنا بالأمس 32 خصلة. نقولهم بسرعة كده بلا تعليق. امبارح إيه علقنا، بس نقولهم بسرعة عشان في بعض الناس ما حضروش بالأمس. بعد السبعة، رجل كان في سرية مع قوم فلقوا العدو فانكشفوا فحمى آثارهم، وفي لفظ أدبارهم، حتى نجوا ونجا أو استشهد. يبقى من يحمي ظهر المسلمين سواء نجا أو استشهد هو في ظل الله يوم القيامة. التاسعة، رجل تعلم القرآن في صغره فهو يتلوه في كبره. ربنا يجعلنا منهم، ودي بشرى لأهل القرآن. رجل تعلم القرآن في صغره فهو يتلوه في كبره، لأن لو ما تلوش في كبر ينساه. يعني ياما ناس حافظين القرآن. أنا معايا صديقي دكتور كان طالع الأول على محافظته في حفظ القرآن الكريم وفي الإعدادية، يعني كان حفظ متين، دخل مسابقات. وبعدين الوقت هو دكتور ومتخرج بقاله 20 سنة، تيجي تقول له أنا بحب ما قبله امتحنه، قال لي مش حافظ يا ابني. ليه مش حافظ؟ يقول لي أصلا من ساعة ما دخلت كل الطب بطلت راجل. حينسى. الحمد لله وبدأ يراجع بقاله 2 سنين وقرب يختم نصه، يعني تاني بيحاول يسترده تاني. لكن عموما انت لو تركت القرآن بقى بحفظه يتركك، لو تركته يتركك مهما كنت حافظه متين، لو تركته يتركك. الشيخ عبد الحكيم بن عبد السلام خاطر شيخي في القرآن وهو مقيم في المدينة المنورة الآن، بيقول وصفة هو جربها مع نفسه، خدها من الشيخ الزيات اللي هو إسنادنا في الرواية القرآن. قال له إيه؟ قال له لو ختمت القرآن 80 ختمة أسبوعية لا تنسى القرآن ولو تركته. جربوها يعني بعض إيه القراء، يعني تعمل ختمة كل أسبوع لمدة 80 ختمة، يعني 80 ختمة في 80 أسبوع. كويس. بعد كده لو سبت حتى القرآن 3 4 5 10 سنين يفضل في ذهنك،
جربها المشايخ يعني. الختمة الأسبوعية اللي يسموها فمي مشوق، يسموها فمي مشوق، يعني يبدأ أول يوم بالفتحة، الفاء دي فتحة والميم المائدة، فمي فهميم، يبقى أول يوم فتحة يقف عند أول مائدة، تاني يوم مي ميم يه يبدأ بالمائدة يقف على يونس، وبعدين مي مو فمي مشوق، يا يونس يقف على ميم مريم، كويس، وبعد كده مشوق ميم شين يبدأ بمريم يقف على ايه؟ الشعر، وبعد كده مشوق يبقى شين واو يبدأ بالشعر يقف على الصفات زي ما النهارده ابتدينا بالصفات، كويس، وبعدين اما يجي يبتدي من الصفات يبتدي مشوق يبقى واو قاف، يبقى يبدأ بالصفات اللي هي الصفات اللي هي الواو، ينتهي عند سورة قاف يقف عند قاف، وبعدين في بعد القاف حاجة يبقى بيبتدي سبع يوم من قاف للآخر، يبقى ايه يمشي بنظام فمي مشوق، 80 ختمة في 80 أسبوع، وصفة وجربها، وبعدين اترك القرآن شوية كده تلاقيك ما نسيتوش، طب لو نسيته عيدها تاني 80، خدت بالك؟ هو القرآن أصل حلاوته يحلو بالإيه؟ بالتكرار، وكل تكرار تجلي جديد على فكرة، يعني كل ختمة بمدد جديد، بمعنى جديد، بتجلي جديد، بترقي جديد، تفتكرش إن دي زي الختمة اللي قبلها ولا اللي قبلها؟ لا، ده ترقيات الله وتجليات الله لا تنتهي، لأن أنت نفسك في هذه اللحظة غيرك من اللحظة السابقة، في كل لحظة أنت في تغير، أمال مين الدائم الباقي؟ والله، لكن أنت في كل لحظة متغير، فكل تغير له تجلي، فتتعدد التجليات ومع كل تجلي ترقي، يبقى رجل تعلم القرآن أو حفظ القرآن في صغره فهو يتلوه في كبره، ده في ظل عرش الرحمن، الظاهر احنا ما قريناهاش امبارح، فاتتنا فاتتنا في السطر عشان كده انا علقت عليها، لان امبارح احنا ما علقناش عليها، دي بركه ان احنا بنعيدها عشان الناس اللي ما حضروش يوم ربنا ايه فوت لنا حاجه فاتت علينا امبارح، فعلشان كده ايه طول ما انت تريد نفع غيرك يوم ربك ينفعك. ورجل يراعي الشمس لمواقيت الصلاه، دي برضه ايه يعني باستمرار متابع مع الساعة وعارف ويبص في النتيجة ويرتب مواعيده على مواعيد الصلوات علشان ما يفوتوش الصلاة، زي المؤذن وزي المواظب على صلاته في المسجد جماعة أولى، كل دول تلاقيه بيتابع مواقيت الصلاة. ورجل إن تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت عن حلم. ورجل تاجر اشترى وباع فلم يقل إلا حقا، يعني التاجر الصدوق الأمين، يبقى ايه في ظل عرش الرحمن. ومن انظر معسرا، يعني واحد مدين وجاء وقت اداء الدين وما زال لسه في عسر، تقوم يديله فترة اخرى. من انظر معسرا او وضع له، وضع له يعني ايه؟ يعني يقول له خلاص انا نزلت لك نص الدين، سدد النص بس، كفاية عليك النص، ادي الوضع، أو وضع عنه بالكلية اسمه إبراء، أو يقول له خلاص براء أنا مسامحك، أو مش كده وبس، أو يتصدق عليه. يبقى أنت مع المعسر في أربع خصال، لو عملتها واحدة فيها تبقى في ظل عرش الرحمن، إما أنك أنت تنظره أو تضع الجزء أو تبري الكل أو تتصدق عليه، كان يعني تديله تاني، تقول له إيه أنت لسه مزنوق؟ يقول لك آه مزنوق، تروح مديله كمان إيه 100,000 جنيه، لو كان مع المسؤولين التانيين هيدوله مليار بقى، لان عندهم المليار ده حاجه زي مثلا العشرة جنيه بتاعتنا، يدوله كتير يعني ما يجراش حاجه، يمكن يبرأوا ذمته. يبقى عندنا في اربع خلال او خصال للايه للمعسر، والخصله 17 او اعان اخرى، يعني لما تلاقي واحد مالوش صنعه او ليه صنعه ومعهوش رأس مال يبتدي يشتغل، تقوم تجيب له رأس المال ويبتدي يشتغل،
يعني تلاقي واحد سباك ما بتشتغلش ليه؟ اصلا ما عنديش عدة. ما هو السباك ده لازم يبقى عنده شنيور وعنده مش عارف متفك يعمل ايه وعنده الادوات بتاعته عشان لما يطلبوه في البيت يعرف يبقى معاه حاجه يصلح بيها. لكن هو راجل صنايعي، طب ما بتشتغلش ليه يا ابني؟ يقول لك اصل ما عنديش عدة. تروح واخده وتروح سوق العدد بتاع السباكين، تروح شاريها له وتديها له، ما تدوش فلوس على فكره. النوع ده ما تدولهاش فلوس. تقول له طب خد هي العده بكام يا ابني؟ يقول لك مثلا ب 500 جنيه خد. تعدي عليه بعد الشهر تلاقيه لسه قاعد على القهوه، اصله خد ال 500 جنيه دي شارب بيها معسل. فما ينفعش. يبقى انت تاخده وتروح تشتريها له بايدك وتديها له، خلاص يبقى كده يشتغل بقى. يبقى تبقى انت في الخصله دي اللي عملتها في ظل عرش الله يوم القيامه. تعملها وتنساها بقى. من اعان مجاهدا في سبيل الله برضه او غارما في عسرته، يعني واحد مديون وجاء وقت السداد وهيقبضوا عليه في البنك بقى ويتسجن، تقوم انت تروح سادد مسدد ديون، يبقى عمت غارم. او مكاتبا في رقبته، اللي هو العبد اللي بيشتري نفسه من سيده وعجز عن سداد الاقساط تسددها عنه. ومن اظل راس غاز، واحنا دلوقتي ما فيش غزاة، احنا بنغزى ولا نغزو في بلادنا. فانت عشان تحقق الحكايه دي اطلع حج وخلي معاك شمسيه. ما هو الحج دلوقتي هو الجهاد بتاع المسلمين. خلي معاك شمسيه، وطول ما انت ماشي في الحرب تلاقي واحد مثلا معهوش شمسيه تروح ماشي متلزق جنبه كده وتظلي له شويه. تاخد انت ثواب ايه الخصله الحلوه دي. او مثلا روح حج ومعاك شمسيتين، واحده فاتحها واحده قافله، تلاقي واحد معهوش شمسيه خد تديها له هديه. كل ده تاخد الخصله. والوضوء على المكاره، والمشي الى المساجد في الظلم اللي هي صلاه العشاء والفجر، واطعام الجائع. قال لك الجائع مطلقا بقى، ولو حيوان ولو كافر ولو مسلم قادر، يعني صاحبك ومعاه فلوس وكل حاجه ولقيته جعان اعزمه على عشوه، يبقى اطعمت جائع عمرك. مش كده بقى؟ كذلك كل اب بينفق على اولاده، بياكلهم ويشربهم هي ومراته وقايم بيهم، ما هو بيطعم على جائع هو، يبقى برضه. والام اللي بتعد الطعام لاولادها وهم جعانين، وهكذا كل ده. ومش كده وبس، واللي فاتح مطعم او اللي فاتح مطعم ده قاعد على كنز، لانه بيقبض في الدنيا وبيقبض في الاخره. قاعد طول النهار بيطعم الجائع بس بياخد اجره الاكل اللي جابه ومجهود الصنعه، لكن هو بيطعم الجائع. تصور انت لما تبقى مسافر وجعان ولقيت قدامك مطعم، هذا لقطه. الفلوس مش مهمه ساعتها، بس كونه فاتح لك مطعم وجايب لك البضاعه وقاعد يطبخها ويهوي لك عليها، وعامل لك مكان حلو وكرسي حلو تقعد عليه، وطول ما انت بتاكل رايح جاي عليك، هات ملح جيب لك ملح، هات لي حاجه ساعه جيب لك حاجه ساعه، اماره فقط، وفي الاخر حساب كام؟ كذا، ايه يعني كذا؟ بس هو وفر عليك كتير. تصور انت مثلا في السفر البري ده بتنزل استراحات في الصحراء على اماكن بعيده، ودي ناس قاعده مرابطه في الصحراء سايبه بيوتها وعيالها وبتاع، وقاعد يوضب لك علشان تيجي انت تاكل. اهو ده برضه في ظل عرش الله. بالرغم ان هو بياكل عيش، ما هو عيش حلال، مش احسن ما يشتغل مسؤول ويسرق البلاد والعباد؟ اهو ده رزق حلال، فهمت؟ لان حتى السعي في الرزق الحلال نفسه عباده في حد ذاته. فبشرى لاهل المطاعم. ومن اطعم الجائع حتى يشبع. يعني ايه؟ هنا من اطعم الجائع سواء شبع او ما شبعش، ان شاء الله اديله لقمه، لكن هو ما بيشبعش الا بعشرين لقمه. يبقى تجيلك الخصله الثانيه، تاكله لما تشبعه. يبقى لو معاك تشبعه شبعه، ومعاكش اديله تصبيره، وفي الحالتين انت في ظل الله. فهمت؟ يعني مش تكرار على فكره. حديث يقول لك من اطعم الجائع وسكت، يعني اي طعام ولو تمره،
طب والتاني حتى يشبعه، يبقى دي خصلة زائدة، عشان كده مش تكرار. وبعدين رجل تاجر ويصدق الحديث ولا يحب الغلاء للمسلمين، تاجر وما يحبش الغلاء للأسعار، مش يجيب البضاعة ويرخيصة ويخزنها ويستنى لما تغلى يعرضها، لا ده يجيب البضاعة ويعرضها على طول عشان تبقى رخيصة للمسلمين. زي سيدنا عثمان بن عفان كان تاجر كبير، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان تجار كبار، تجار يعني أكبر من العالم اللي بتوع اليومين دول، ده كانوا تجار لدرجة سيدنا عثمان جاهز جيش. هات لي أنت تاجر يعرف يجهز جيش النهارده مهما كان معاه فلوس، ما يعرفش. فكانوا تجار كبار قوي، يعني كانوا أصحاب رؤوس أموال، ولا مثلا الجماعة اللي بتسمع عنهم في أمريكا بيتاجروا في مليارات دول، أو دول كانوا في عصرهم زي رجال الأعمال الكبار قوي بتوع اليومين دول اللي أنت بتسمع عنهم. تقول لي أحمد عز جنبهم ده صبي صغير، ما يعرفش حاجة، واخد بالك؟ بالإضافة لأن دول خدوها من حلال والتانيين خدوها من شبهة، إن لم يكن حرام فعلى الأقل من شبهة، مع حسن الظن الشديد يعني خدوها من شبهة. فكانوا ينفقوا نفقة كبيرة، وما كانوش يحبوا غلاء على الناس، ولما يلاقوا البضاعة شحت وهم عندهم بضاعة يخرجوها ويبيعوها بسعر ما جابوها. ما شفناش احنا تجار من دول، من يوم ما مات الصحابة ما شفناش تجار جاب بالطريقة دي، أو ده برضو في ظل عرش الله. وحسن الخلق ولو مع الكافر، حسن الخلق ولو مع الكافر، ده من الخلال الموجبة للظلال. ومن كفل يتيما أو أرملة، يبقى كفالة اليتيم توجب الظلال، كفالة الأرامل توجب الظلال. وياما ناس تلاقي راجل بسيط كده وتلاقيه بيقول لك أصل أنا بصرف على ولاد أخويا الأيتام عشان أخويا مات، هو راجل بسيط، هو ده في ظل عرش الله، يعني تلاقيه واقف في السوق بيبيع، مش يعني يمكن تجارته كلها محدودة، أو صنايعي بيشتغل ويقول لك أنا بصرف على ولاد أخويا ولاد أختي علشان أبوهم مات، كل دول في ظل عرش الله. تجدهم النماذج كثيرة بقى في أمة النبي في كل الطوائف، تجد النماذج دي كثيرة. بس في ناس يقول لك أنا عايز أشوف أهل الجنة، شوف أهل الجنة في الناس دي اللي بيأكل الأيتام، اللي بيرتدي المساجد، اللي حافظين القرآن، اللي قاعدين يسجدوا ويعبدوا، اللي بينصحوا للمسلمين، اللي حاملين هم المسلمين، اللي بيتقنوا صنعتهم، هم دول أهل الجنة. ما كانوش دول أهل الجنة مين هيبقى أهل الجنة؟ أبو لهب يعني، مين اللي هيبقى أهل الجنة؟ والخصلة الثلاثين، إذا أعطوا الحق، إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه. يعني لما ياخد حقه ويقبله، ما ياخدش أزيد من حقه، ما يحبش ياخد أزيد من حقه. في ناس كتير لما تيجي تقول له حقك كذا يقول لك قليل عايز تاني، يبقى خرج من الخصلة دي. لكن انت حقك كده خلاص، احمد ربنا بركة، إنما يقبض، هو حتى بيقبض من المرتب في المستشفى، تعال ناخد الملاليم اللي احنا، يا عم خد حقك وقول بس ربنا يبارك. ما انت ممكن تتزحلق وتتكسر وتلاقي نفسك دخلت في عملية ب 30-40 ألف جنيه، فكونك ماشي على رجليك دي نعمة. يبقى إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه. لما يبقى واحد بيطلب حقه منك، شركة مع بعض وبتصفوا، أو إخوات مع بعض بتقسموا الإرث، خلاص اديله حقه بقى، ما تقعدش تمطله. مطل الغني ظلم، شوف الحديث بتاع النبي ثلاث كلمات، مطل الغني ظلم. يبقى لما يماطل وهو غني يقدر يبذل، يبقى ظالم، يعني يحشر مع الظالمين. يبقى لما يطلب حقه منك وانت قادر انك تديهوله، اديهوله على طول. لما تدوله على طول وما تلوعوش وتتعبوا، بقيت في ظل عرش الرحمن. حكاية سهلة، لأن في ناس
يعني تلوع على ما تديك حقك، يلوعك لوع شديد ويدولك بالقطارة. تقول ايه حرام؟ يعني مثلا الراجل مثلا ايه مقاول وجايب عمال، ويجي اخر اليوم المفروض يدي لكل واحد مرتب اشتغلوا طول النهار، في بعض المقاولين يديله نص المرتب يقول لك علشان يجي لي بكره، لان ممكن عم ياخد مرتب. طب وليه تلوعه؟ يجي بكره ما يجيش، العمال كتير مش اشكال، يديله حقه ونام رايق، بدل ما يطلع روحك في الليله الثانيه دي تقوم ربك يسالك على عرق الناس دي. فيبقى تدي الناس حقها اول باول ورايح نفسك، اللي يجي يجي واللي ما يجيش ما يهمنيش، لكن المهم انا برق ذمتي. لكن في ناس يعلقوا كده، ربنا ينجينا. هو لما بيعلق كده على فكره بيتعلق برضه، اللي بيعلق بيتعلق كما تدين وتدان. وحكموا للناس كحكمهم لانفسهم. يعني يحب للناس ما يحب لنفسه، ولما يحكم على الناس يعملهم كانه يعمل نفسه. احنا وقفنا عند دي الخصلة 33، بيقول وعند ابن شاهين في الترغيب له عن أبي ذر رفعه 34، وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك، فإن الحزين في ظل الله. الحزين يعني اللي إيه؟ اللي زاهد في الدنيا، هذا الحزين. يعني كل ما تصلي على الجنائز وتفتكر الموت تلاقي حرصك على الدنيا يقل، مش عايز تكوش بقى. كوش ايه يا عم؟ ده رجل بره ورجل جوه، حكايه بسيطه. وكل ما تحضر الجنائز وتشوف الميت وهو بينزل الحفره ويقفلوا عليه ويردموا التراب ويمشوا، تفضل الموضوع ده شغلك، تقوم تلاقي نفسك ما عندكش حرص قوي على الدنيا، فعندك العظه موجوده في قلبك على طول. فهمت؟ او ده برضو اللي عنده العظة دي في قلبه وذاكر للموت وزايد في الدنيا، ده في ظل عرش الله. والولي العادل، الوالي العادل، ظل الله، فمن نصحه في نفسه وفي عباد الله أظله الله في ظله. الولي العادل ده مش مذكور في الحديث الأول في السبعة اللي احنا مش لاقيينه ده، والناس خرجت يعني مظاهرات ونايمين في الشوارع في اليمن وفي سوريا وفي مصر وفي ليبيا، مش لاقيينه وبيدوروا عليه مش لاقيينه. فده الولي العادل ده خلصنا، ده معدود. لكن عايز يجيب لك اللي نصح للولي العادل، يعني اللي نصح اللي أخلص للولي العادل، يبقى كمان في ظل عرش الله. لأن الولي العادل مش هيعرف يبقى عادل إلا لما يبقى معاه معاونين يعاونوه على عدله، وموظفين يأدوا الوظائف بتاعتهم بالعدل برضه. فيبقى اللي يعين الولي العادل يبقى معاه تحت ظل عرش الله، واللي ينصح للولي العادل يبقى برضه في ظل عرش الله. يبقى عندنا ثلاث خصال: الولي العادل نفسه، ومن نصح له، ومن أخلص له. كل دول في ظل عرش الله. يعني لما يبقى الراجل عادل في بيته وبيعامل زوجته كويس وبيصرف على أولاده، يبقى زوجته تنصح له، ما هو ده والي عادل برضه بس في بيته. فهمت؟ تقوم الزوجة تروح نصحة لهذا الزوج اللي هو العادل في البيت، تبقى برضه معاه في ظل عرش الله. فهمت بقى؟ يعني خدها على إيه؟ على على اللبنة الأولى للمجتمع وهي الأسرة، ما هي دي بدايتها. الأسرة لما بتتعدد تعمل بعد كده الحي، والحي يعمل المدينة، والمدن تعمل الدولة، والدول تعمل الخلافة، لكن في الآخر اللبنة الأولى للدول دي كلها هي أسرة. وعند أبي بكر بن لال وأبي الشيخ في الثواب عن أبي بكر رفعه 35، من أراد أن يظله الله بظله فلا يكن على المؤمنين غليظا وليكن بالمؤمنين رحيما. يعني ما تبقاش جاف الطبع مع الناس، داخل في حسن الخلق برضه،
خليك رقيق الطبع مع الناس، تقابلهم مقابله حلوه، ده حتى الناس يقول لك لاقيني ولا تغديني. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. يعني قابل واحد بابتسامه كده مش بتجاهل، وبعدين ما تبقاش غليظ الطبع معاه، قاسي يعني، تكلفه ما لا يطيق عشان انت بقيت ريسه وتأمره أوامر صعبة. لا، خليك بالمؤمنين رحيم، لأن دي سنة برضو، لأن النبي كان بالمؤمنين رحيما، فدي سنة برضو، سنة في المعاملات. لكن سهل قوي رب دقنه ويلبس الجلابية البيضاء والطاقية والعمة زي حالاتي كده ويجي عمل الناس بقسوة. فين هو انت يا عم؟ البس الجلابية بلاش البيضة، البس الجلابية المقلمة المشجرة وعامل الناس حلو، تبقى على سنة النبي أحسن من لابس جلابية بيضة وقلبه اسود. فالحكاية بقى مش مظاهر، يعني السنن العملية أولى في المتابعة من السنن المظهرية اللي بتغش الناس برضه. تقوم الناس تشوفك يعني كده وجلابية بيضة نظيفة، يفتكر قلبك نظيف زي الجلابية. يقوم يبتدي يستأمنك، وبعد ما يستأمنك ويدخلك معاه في التجارة، خلاص ضاعت الفلوس والحمد لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن ايه، انت استأمنته علشان الراجل قال له جلابية بيضة بيخبي بيها سواد قلب. ربنا ينجينا. وعند الدارقطني في الافراد وابن شاهين في الترغيب عن ابي بكر ايضا 36، من يصبر الثكلى. وفي لفظ عند ابن السني ومن عز الثكلى، يعني واحدة فقدت ابنها ومتلوعة عليه، تروح انت تصبرها بكلمتين وتعزيها، تبقى في ظل عرش الله. هذه ثواب التعزيم، لان لما بتعزي واحد برضه بتصبره وتقويه، بالذات الثكلة دي اللي هي فقدة ابنها، يعني شديدة الحزن بقى مش مستحملة. وعند ابن ابي الدنيا 37، ولفظ عن فضيل بن عياض قال بلغني أن موسى عليه الصلاة والسلام قال أي ربي من تظل تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؟ قال يا موسى الذين يعودون المرضى. يبقى واحد مريض تعوده، تبقى إيه في ظل عرش الله. ودي بشرى للأطباء والحكيمات والحكام واللي شغالين في المستشفيات والتمرجيين، كل الطوائف اللي بتشتغل في المستشفيات دي كل يوم رايحين ينظفوا حوالين المريض ويمروا على المريض ويكتبوا العلاج للمريض ويطمنوا المريض ويعملوا له اشاعات وبتاع ويقولوا له عندك كذا وهنعمل لك كذا وما تخافش هتبقى كويس. كل ده بشاره كبيره للاطباء وهيئه التمريض وهيئه التمرجيه والعاملين في المستشفيات والعيادات الخاصه والعيادات العامه، وكل بشره كبيره والله. بس الناس غفله. عارف الحكيمه لو تعرف كده والطبيب يعرف كده، يوم يبقى يقابل المريض بصدر رحمه، شويه تامر على المريض، في اطباء تشخط في المرض، يجي يغير له يقول له اي، روح ضربه بالقلم على وشه. ايه اي؟ هو انت بتشتغل في مكنه مش بني ادم؟ يقول اي يا ابني. والله بيعملوا كده، شوفوا حرام ما يصحش. ولا انت يعني دكتور بيطري بتغير الحمار؟ ما لو حمار هيرفصك. ده بيقول لك اي خلاص، يبقى اي كفايه، بنجه بقى، شوف له اي حاجه، طمنه وقول له خلاص دي اقصى حاجه مش هنعمل حاجه تاني، خلاص خطر يعني، قول له اي حاجه. لكن والله في ناس يضربوا بالقلم، بالذات في ابو الريش، يغيروا للاطفال الوعي بقى بتاعه وهو جاي متنرفز في المواصلات، وحد ضرب له عربيته وما نامش من امبارح، والعيال بقى قاعده تفرج، فامتحانات كلها امتحانات. يقوم يبتدي يتامر على العيل وام العيل والحكيمه اللي واقفه معاه، شغلانه ليه؟ لو الناس عرفت فضائل اعمالها هتصبر عليها ويبقى عندهم سعه صدر. خدت بالك؟ لان انت في عمل، انت في عباده، في عباده كبيره، تحسبونها هينا وهو عند الله عظيم. يقوم ساعتها حتى لو ما خدش اجر يبقى مبسوط برضه، ولو خد اجر ما يمنعوش من الثواب على فكره، لان الاجر ده ثمن الوقت مش ثمن حسن المعامله ولا النصح، ده ثمن الوقت بس. لكن مش اصل في ناس متصوره يقول لك وانا لما اخدت اجر في الدنيا يبقى ماليش ثواب في الاخره. لا، اجرك في الدنيا ده مقابل وقتك، لكن الثواب في الاخره مقابل حسن ادائك للعمل وحسن معاملتك للناس والصبر عليهم
دي حاجات تانية لا يقدرها إلا الله. يبقى الذين يعودون المرضى ويشيعون الهلكة، يبقى اللي بيمشي وراء الجنائز لحد ما تدفن، دي برضو من الخصال الموجبة للظلال. شفت بقى كل أمة النبي في الظلال ولا لا؟ لا يخلو واحد من أمة النبي اللي عمل خاصة بالخصال دي ولو مرة في حياته، صح؟ شو تقوم انت لما تقرا الحاجات دي تحسن الظن بالمسلمين، تقوم تحب أمة النبي وتحس ان دي أمة مكرمة، مش تفتكر نفسك انت بس اللي على الحق وغيرك على الباطل، وانت اللي فاهم وغيرك مش فاهم، وانت السني والباقي مبتدع، والشغل اللي طالع ده اليومين دول ده ما ينفعش، دي أمة مرحومة. فاهم؟ يوم يرجع تاني يتواضع ويحب الأمة، يوم قلبه يتسع لكل الأمة. لكن اللي مش قلبه بيتسع لكم الأمة ده بسبب ضيق أفقه وجهله، ضيق الأفق والجهل يعمل أكتر من كده. ده النبي صلى الله عليه وسلم قبل إيد واحد بيشتغل بإيد وعامل مهني. شوف النبي بجلالة قدره اللي الناس كانت بتقبل إيده ورجله ورأسه يعني نفسها حتى يعني تشيل نعله في عينيها صلى الله عليه وسلم. جاءه واحد إيده خشنة فقال من العمل يا رسول الله، فقبلها النبي وقال دي يد يحبها الله ورسوله. شوف الجمال. يبقى شوف الناس المهنيين دول كلهم اللي إيدهم خشنة من الشغل دول بيحبوهم النبي العلم، كل دول النبي بيحبهم. يعني لو استطعت تقبل إيديهم يبقى عملت سنة من سنن النبي. شوف قد إيه. والوقت اللي يجي واحد يقبل ايد الشيخ الناس يقول لك ايه ده الشيخ ده متكبر، سايب الناس تقبل ايده. الكبر ده محل القلب، انت دخلت في قلبه ما دخلتش في قلبه. طب ما النبي كان يقبل ايد ستنا فاطمه وستنا فاطمه تقبل ايد النبي، طول عمر الناس البنت والابن يقبل ايد ابيه، والاب يقبل ايد ابنه شفقه، ويقبل ايد زوجته رحمة، والأم والزوجة تقبل إيد زوجها. طول عمرنا احنا تربينا كده وأبائنا تربوا كده، لكن طلع جيل غريب أول ما يشوف حد يقبل إيده يجي يسلم عليك على كده. ليه متأسد كده؟ إنما كنت زمان الناس عادي تقبل بحفاوة كده، ويكاد كده عايز يخطف إيدك يقبلها وعايز ياخدك بالحب. إنما الوقت بقى فيها قسوة في المقابلة، فتربوا بطريقة غلط العيال، ويسموا ايه تقبيل اليد السجدة الصغرى. السجدة الصغرى هيسجد للإنسان؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وكان مشايخنا يقول لك ايه، يقول لك علشان تتواضع قبل ايد كل من يسلم عليك، يقوم ايه الكبر اللي في قلبك ده يروح بالتدريج. اي حد يسلم عليك طول ما انت ماشي كده، اي حد بسيط كبير صغير، زميلك في العمل مش زميلك في العمل، جارك، كانوا يدوها لنا وصفة يعني دواء للي هو شايف نفسه يعني ازاي تخلص منها. كل واحد تسلم عليه قبل ايد، واعمل كده لمدة 3 سنين، هتبص تلاقي بعد كده لو ما قبلتش ايد حد خالص اتمسح الكبر ده في قلبك ملوش وجود. ومش كده وبس، وانت ما تقبل ايد واحد، يعني انا لحد دلوقتي انا كنت عامل الوصفه دي من 10 سنين، لحد دلوقتي لما يقابلني واحد قبلت ايده زمان يجي اول ما يسلم عليا مع اني بقالي 10 سنين مش دول، يبقى عايز يقبل ايدي، قال يعني بيرد الجميله. طب انا كنت بعملها دواء، فهو فهمها ان بعملها بحفاوه وانا بعملها دواء، يعني هو كان دوايا. فالحكايه سهله يعني، يعني التواضع ده مطلوب، لان الانسان اللي في قلبه حاسس بنفسه كده ان هو احسن من غيره مش هيدخل الجنه. طول ما انت حاسس انك احسن من غيرك بعيد عن الجنه وبعيد عن رحمه ربنا. انما طول ما انت ماشي في وسط الناس حاسس انك انت اقل واحد فيهم. من تواضع لله رفع. فهمت؟ من تواضع لله رفع. وفي الفوائد الكنجروليات تخريج أبي سعيد السكري، كلها طبعا إيه كتب ما شفناهاش، دي كلها مخطوطات اطلعوا عليه، بيجمعوا لك بقى الحكاية من حتت مخطوطات قد لا تكون لم تصل إلينا.
عن أبي سعيد السكري عن علي بن أبي طالب مرفوعا 39: شيعة علي ومحبو الله. يبقى احنا شيعة سيدنا علي يعني اللي بيحبوا سيدنا علي، شيعة سيدنا علي أقاربه ومحبو اللي بيحبوا، يبقى أقارب سيدنا علي اللي من ذريته يعني، ده شيعته ومحبو اللي بيحبوا سيدنا علي. هات لي كم واحد في مصر اسمه علي، وكم واحد في مصر اسمه معاوية، وهم الاثنين صحابة يعني. اقعد افتكر كده، انت قابلت كم واحد كده من يوم ما اتولدت اسمه معاوية؟ انا شخصيا ما شفتش الا واحد شامي كويس، لكن مش مصر. مش معنى كده اننا على فكرة بنكره معاوية، لا، مش معنى كده، ما تفهمش غلط، لكن طبيعة الناس تحب سيدنا علي، يعني حاجة مفطورة فيهم كده. تلاقي ايه اسم علي ده كتير يعدي عليك كتير، ان ما كانش اسمه هو علي تلاقي جده علي، تلاقي ابوه علي، تلاقي جد جده علي، المهم في علي، يعني لازم تلاقي في علي في العيلة كده يعني كتيرة قوي. يبقى الحمد لله كل الناس اللي مسمية علي عشان بتحب سيدنا علي في ظل عرش البيت. شفت بقى الرحمات، فدي كلها رحمات الناس مش واخدة بالها منها. أصل حب سيدنا علي من علامة الإيمان وبغضه من علامة النفاق، كما أن حب الأنصار من علامة الإيمان وبغضهم من علامة النفاق. حب سيدنا أبي هريرة من علامة الإيمان وبغضه من علامة النفاق، كل دول وارد فيهم حديث. ففي ناس تألف كتب تشتم في أبي هريرة، خلاص الحمد لله، أنت بينت اللي في قلبك، بينت اللي في قلبك، ده نفاق، نفاق مغروس فيه. وناس تألف كتب تشتم في سيدنا علي زي النواصب، النواصب اللي هم ايه، ناصبوا سيدنا علي العداء، ده بينوا اللي في قلبه. وناس تعيب في بعض الانصار، شغلانه حرام. كل دي علامات، شوف، حب الانصار من الايمان وبغض الانصار من النفاق. حب علي، من كنت مولاه فعلي مولاه. وسيدنا علي يقول في الحديث اللي رواه صحيح مسلم: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد رسول الله لي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. حديث كده. يبقى شيعة سيدنا علي ومحبوه دول في الظل على طول. الحمد لله احنا كده، كل المصريين على فكرة، كل أهل مصر يحبوا سيدنا علي الحمد لله بالإجماع. يعني لو ترشح رئاسة الجمهورية كله على طول، مش هيبقى فيه منافس، لأن كلهم بيحبوه، فطروا على حبه. لكن هيهات يجي هو مش هيقبل حتى لو عايش معانا، لو مش هتستحملوني حكم سيدنا علي، أصله إيه؟ عايز بقى العدل والقسطاس، والعالم النصابين ما تحبش العدل والقسطاس، والنصابين كتير. وفي فوائد العسوي 40 والحادية والثانية 40، ولفظه عن أبي الدرداء عن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي، من يساكنك في حظيرة القدس؟ ومن يستظل بظلك يوم لا ظل إلا ظلك؟ قال: أولئك الذين لا ينظرون بأعينهم الزنا. في ناس تقعد تتفرج على الحاجات القبيحة، يقول لك أنا ما أعملش أبدا، بس إيه، يتفرج على الحاجات دي في الفيديوهات والنت والحاجات دي، ده حرام. يبقى كده اتحرم من الحكاية دي، فلازم تكون عفيف. لا ينظرون بأعينهم الزنا، مش يزني أصلا، لما هو في مسلم، المسلم يعني ممكن لو عرض عليه تقتل ويزني يقول لك اتقتل، لكن ممكن يتفرج، يعني فرجة وخلاص، لا، ما تتفرجش كده. أولئك الذين لا ينظرون بأعينهم الزنا ولا يبتغون في أموالهم الرياء، يعني لما يجي ينفق الصدقة ما يتمناش الناس تشوفه، ولا يأخذون على أحكامهم الرشا، يعني ما ياخدش القاضي وياخد رشوة عشان يحكم الحكم يوافق الذي يعني دفع له الرشوة، يبقى القاضي النزيه المحترم ده في ظل عرش الله ما يقبلش الرشوة. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله.